سلام القدس لكم وعليكم احبائي واعزائي في هذه الحلقه الجديده من منتدى سيف القدس. وفي هذه الحلقه طبعا كما توافقنا يعني في الحلقه السابقه والتي قبلها ان نقوم بجوله سريعه على بعض التطورات الحديثه. التي تستحق التوقف امامها وندخل في موضوع الحلقه اللي دائما قد لا يكون مطابقا لما هو ساخن وما هو طازج وما هو مثير للانتباه مش بالضروره لكن من وجهه نظري المتواضعه انه يتضمن عناوين يمكن ان تعطي فرصه للاضاءه على ما تعاهدنا وتوافقنا انه هو مهمه هذا المنتدى الثقافيه الفكريه النخبويه بكل يعني اعتزاز بنقولها مش مستحيين فيها لخلق وعي اعمق للظواهر وادوات تحليل وامتلاك يعني منهجيه في فهم الظواهر تساعدنا في قراءة ظواهر أخرى قد لا نكون بصدد تناولها في الحلقة نفسها رح أبدأ أنا بس يعني عندنا حدثين حاضرين بعمل عليهم يعني تعقيب سريع وادخل في موضوع الحلقه اللي هو مثل ما يعني ذهب في الدعوه محاوله لاستخلاص قواعد جرت امام اعيننا في المواجهه التي دارت حول ثروات النفط والغاز في لبنان وفي الحاصل التفاوضي الذي ادت اليه، استخلاص قواعد منه لمحاوله مقاربه لما يجري في سوريا وما يجري في ايران وما يجري مع سوريا وما يجري مع ايران ما اذا كنا امام يعني ظاهره قابله للتكرار او امام قانون صراع او قواعد اشتباك من نوع اخر ومختلفه بالاستناد طبعا الى بعض ما كتب ونشر في عدد من الصحف ووسائل الاعلام الغربيه اللي بتضيء وخصوصا الامريكيه عم بحكي اللي بتضيء على المقاربه الامريكيه وعلى طريقه التفكير الامريكيه وبالتالي يعني عندي بعض النقاط اللي راح احطها بتصرفكم تحت هذين العنوانين بالتطورات المتسارعه او اللي يعني حاضره في التداول عندنا طبعا التطور الذي بدا منذ العمليه التفجيريه في منطقه تقسيم في اسطنبول واللي تطور الى اتهام تركيا لحزب العمال الكردستاني والجماعات الكرديه المسلحه في سوريا وصولا الى العمليه التي قام بها الاتراك اليوم واللي هي في اغلبها قصف طيران مسير وطيران حربي وقصف مدفعي والتي سقط فيها اليوم عدد من شهداء الجيش العربي السوري واللي بتطرح سؤال يعني هل نحن امام عمل عسكري تركي كبير خارج سياق الحسابات التي انضبطت بها تركيا او قالت انها ستنضبط بها مع روسيا وايران واللي فيها اقتراب من سوريا، يعني هل انقلب الموقف التركي وهو الان في طور عمليه عسكريه ستؤدي الى تفجير الموقف مع الدوله السوريه، لانه هو اصلا لما راح على قمه طهران، راح على قاعده ان هناك عمليه عسكريه وابلغ هناك انه قرار الدوله السوريه هو المواجهه واذا واجهت الدوله السوريه فان روسيا وايران ستكونان خلفها ومن وقتها بلشنا نشوف ونسمع خطاب تركي مختلف بلش هذا الخطاب التركي يحكي عن الانخراط مع الدولة السورية بتفاهمات ترجم بزيارات لمسؤولي المخابرات التركية إلى دمشق واجتماعات يعني متعددة وعلى مستويات مختلفة مؤخرا الحديث عن الاستعداد لرفعه إلى المستوى الدبلوماسي الحديث اللي طلع عن أردوغان وعن عدد من وزراء وقيادات حزبه حول تحميل امريكا مسؤوليه الارهاب في سوريا هل انقلبت تركيا على هذا الموقف وهي الان يعني في سياق مشروعها الاصلي اللي اسمه الدخول الى العمق السوري يعني عمق الشمال السوري بمناطق السيطره الكرديه بعمليه عسكريه ولو كان ثمنها التصادم مع الجيش السوري لانه برايي هذا هو السؤال اللي له معنى بالسياسي لانه الباقي حول هل ترد سوريا او لا ترد، ترد بناء على هذا السؤال. اذا كان هذا انقلابا في الموقف التركي فلن يتم النظر الى استشهاد الجنود السوريين بصفته حادث. واذا كانت المعطيات تقول ان ليس هناك انقلابا في الموقف التركي فنحن امام مشهد من نوع اخر. انا شخصيا اميل الى القول ليس هناك عمليه عسكريه تركيه. وبرايي انه التعامل اللي مارسوه الاتراك مع التعزيه التي جاءت من السفاره الامريكيه بعمليه تقسيم واللي اعقبتها تصريحات تقول انه الامريكان هن مسؤولين عن العمليات الارهابيه التي تقوم بها الجماعات الكرديه لانهم يرعون هذه الجماعات ويحتضنونها انا شخصيا لا ازال على قناعه مش بس يعني اميل على قناعة بأن هذه العملية في إسطنبول نفذتها الجماعات الإرهابية المسلحة التي ترعاها تركيا لقطع الطريق ولإيصال رسالة قوية بأن المزيد من الانخراط مع الدولة السورية والمزيد من الـ الـ الانضباط تحت السقف المشترك لروسيا وإيران سيدفع هذه الجماعات التي تملك قدرات داخل تركيا عم نحكي عن مئات الألاف نقول ملايين من المواطنين الذين ينتمون إلى البيئة الحاضنة لهذه الجماعات يتخذون من تركيا مقرا لهم سكنا وعملا ومهنا وحركة أموال وبين على الأقل آلاف قابلين وجاهزين لأن ينتظموا في عمل تخريبي وبالتالي في عين حمراء عم تعملها هذه الجماعات لتفرمل الاندفاع التركية رأيي العملية العمل العسكري التركي اليوم بعد توجيه الاتهام الى الاكراد مدروس لانه الرد على هذه الجماعات مش باتهامها والدخول بعملية تطهير داخل ادلب بتربح الدولة السورية من الحساب التركي. الاتراك على فكرة يعني اللي بيراقب وبتابع هم اغبياء استراتيجيا لكن تكتيكيا على درجة عالية من الذكاء. يعني هني بفوتوا بالحيط بالخيارات الكبرى لكن بالخيارات التفصيليه من اذكى اللاعبين الاقليميين يعني شوفهم هلا باذربيجان بليبيا بسوريا يعني منتشرين على مساحه المنطقه ماسكين اوراق وملفات بالعلاقه الامريكيه الروسيه قاعدين بالنص بالملف الاوكراني لهم مخلب ملقطين فيه يعني بكثير من العناوين فارض حاله تركيا كقوه اقليميه من خلال حسن هذه الحسابات بمنطق المخابرات التركية أنه ما بتروح بترد بالمباشر بترد بالمحل اللي بمكنك من إمساك أوراق أكثر تأثيرا وفاعلية أنا رأيي أنه الأتراك أخذوا قرار وهم يقرؤون على فكرة الشيء اللي هلأ راح نحكي عنه أنه الأمريكان ما عاد عن عندهم قدرة على البقاء في سوريا وأنه المأزق الأمريكي يتعاظم وأنهم يرغبون بأن يضعوا الأمريكيين أمام لحظة فصل وحسم أن البقاء في سوريا بات مستحيلا وأن البقاء بتغطية الجماعات الكردية سيكبر حجم الأزمة الأمريكية التركية وبالتالي على الأمريكيين أن يرحلوا والأتراك والسوريين والروس والإيرانيين سيعرفون كيف يتدبرون أمورهم في المسألة الكردية وإذا تم هذا التركي بيصير عنده المشروعية عندها أمام الرأي العام التركي لأنه هو من زمان عم بيقول قضية التواجد في سوريا هي قضية أمن قومي انطلاقا من شو؟ انطلاقا من ما بده يعمل هو دوله في ادلب انطلاقا من توظيفه لما يسميه الخطر الكردي فهو راح على الخطر الكردي يعظمه ويكبره بنسبه تفجير اسطنبول له ليروح على عمليه تصعيديه بوجه الجماعات الكرديه المسلحه بيعرف أن الدوله السوريه ليست مزعوجه منها وهون انا برايي انه يعني في يعني مشكل ما ما بنعرف وين اساسه باستهداف الموقع التابع للجيش السوري الذي اشك بان يكون جزءا من الخطه التركيه واللي انا رايي انه ممكن يكونوا الاتراك بعثوا بيطلبوا من الجيش السوري الانسحاب الدوله السوريه بما ان هذه ارض سوريه فهي ترفض الانسحاب ما عندي معلومات الحقيقه لكن في السياسه انا يعني مقتنع بان الذي جرى هو تصعيد يريد وضع الامريكيين امام استحقاق الاختيار البقاء وتحمل التبعات الناجمه ام التسريع في التفكير بالانسحاب وبرايي هذا يعني لا يصطدم لا مع المقاربه الروسيه ولا المقاربه الايرانيه وحكما لا يصطدم مع المقاربه السوريه وهذا اللي بيوجع الجماعات الارهابيه لانه في اللحظه التي ينسحب فيها الامريكي وتكسر فيها شوكه الجماعات الكرديه المسلحه طبيعيا وموضوعيا الراي العام التركي سيعتبر ان الدوله وان الرئيس التركي حقق ما تعهد به وبالتالي بات يستطيع القول لم يعد ثمه مبرر البقاء في سوريا وهذا ما تطلبه الدوله السوريه شرطا لاي مستوى من مستويات التنسيق السياسي فهو لا يستطيع ان يصل الى هذا المستوى ما لم ينهي المساله الكرديه واعتقد انه الان دخل في هذا لانه يعتقد وهلا رح نفوت على الموضوع لنقاربه بدقه موضوع الوجود الاحتلال الامريكي في سوريا والافاق المتاحه امامه. الموضوع الثاني اللي كان متحرك هو موضوع الرئاسه بلبنان اللي رح نضطر للاسف انه كل اسبوع يمكن نخصص له ثلاث اربع دقائق لشهور قادمه يعني والاساس في هذا انه نحن قدام رح اختصر انا طبعا لانه مش موضوعنا لبناني أه نحن قدام معادله واضح ان الجبهتين النيابيتين المتقابلتين ليستا جاهزتين لتقديم مرشح قادر على احداث اختراق في الجبهه الاخرى هذا العنوان المشترك واساس هذا أن القوتين المسيحيتين في هاتين الجبهتين في كل من هاتين الجبهتين تتصرفان على قاعده الاستئثار بالتسميه انه هذا ملف مسيحي، رئيس جمهوريه مسيحي وبالتالي نحن اللي منسمي وعلى حلفائنا ان يتبعونا. لم ينجح هذا المشروع في ضفه بقايا 14 اذار والتغييريين ولم ينجح في 8 اذار. واضح ب 8 اذار اللي عم يحكي او بالمجموعه المؤيده للمقاومه انه خطاب رئيس تيار الوطني الحر حول حق الحصري في أن يقوم بالتسمية وعلى الآخرين أن يتلقوا مش ملاقي قبول عند الحلفاء بغض النظر عن الأسباب وما بدي ناقشة يعني إلا إذا بالمنتدى حدا رغب في النقاش أكيد أنا بخدمتكم وبتصرفكم لكن في المقدمة وبالمقابل القوات أنه أمنوا هني والكتائب تسمية ميشيل معوض على الآخرين حتى ما منشاورهم بيلحقوا فينا أهلا وسهلا ولي جملات لعبة طالما ما في معادلة لتوافق على رئيس فأنا ما بدي بين أنه الدروز عم بسموا الرئيس المسيحي ميشال معوض ميشال معوض إلى أن يتم إنتاج يعني فرصة للتوافق على اسم آخر نحن رايحين على مراوحة طويلة وهذه المراوحة الطويلة ما بعرف إذا ما صارت تطورات إقليمية كبيرة أو انهيار لبناني بشرت فيه باربارا ليف مساعده وزير الخارجيه الامريكي وهي مش محلل سياسي هي عندما تقول هذا قادم فهي ستشتغل له لانه هذا اللي بيوفر الفرصه لجعل ترشيح قائد الجيش الذي ترغب امريكا بان يكون هو المرشح الرئاسي الجامع بيجعل ترشيحه اكثر قابليه للتسويق وانه المعسكرين عاجزين عن ايصال رئيس وانه البنيه الدستوريه المخوله بانتاج رئيس بدت عقيمه وعاجزه فبالتالي لابد من الذهاب الى خارج العلبه وتاريخيا بلبنان لما بتسكر الابواب بيروحوا على قائد الجيش وبالتالي هذا بيفتح الباب اذا دولارك صار ب ألف واذا الفوضى صارت في الشوارع لان يخفض السقف التفاوضي وممكن بهي الحاله الرهان الامريكي يكون انه حزب الله اللي يعني داء خلقه دا صدره من تعامل حلفائه معه في المسألة الرئاسية من الممكن أن يذلل هذا الكثير من العقبات أمام استعداده للتفاوض على شروط وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية وبالتالي نحن قدام لعبة مفتوحة على كثير من الاحتمالات دون تطور إقليمي كبير بحجم اتفاق نووي بحجم انسحاب أمريكي من سوريا أو انهيار لبناني كبير لا يبدو أن في الأفق قدرة على إنتاج مخرج تسوي أو توافقي من هذا الاستحقاق بكتفي بهذا القدر في هذين العنوانين وبنتقل إلى الموضوع الأساسي يعني اللي أنا اخترته ليكون موضوع العرض اللي بدي أقدمه في هذا المنتدى النقطة الأولى اللي بدي أقولها أنه نحن قدام تجربة مهمة جدا جرت على ضفتين تشكلان الثقل الحاكم في منطقتنا ضفة محور المقاومة والإدارة الأمريكية الإسرائيلية نحن قدام وهو القوتين الحاكمتين يعني الباقي موجود مع من سخف من قدراته التركي السعودي إلى آخره لكن ليس ممسكا بال يعني العصب الرئيسي لقضايا الصراع هو لاعب في ساحات وبحدود وبامكانات هؤلاء اللاعبين صار بيناتهم برأس راس الحربة في كل منهما اللي هنا المقاومه في لبنان وكيان الاحتلال تصعيد تجاذب خطر حرب مثل ما حكي هوكشتاين في تفسير الاتفاق الذي تم التوصل اليه تلهب المتوسط وتقطع خطوط الملاحة والتجارة فيه ثم اتفاق هذا ناقشنا فيه كثير لكن ناقشنا بالمضمون النقاش الذي مش بس نحن بنحتاجه الواجب إجراؤه واللي برأيي بأمريكا أكيد عم بيناقشوا بأوروبا عم بيناقشوا بإسرائيل عم بيناقشوا وعلى مستوى محور المقاومة يفترض أن يكون موضع نقاش هو أكيد هيك نحن واجبنا نناقشه اللي هو اذا عريناه من القضايا الموضوعيه يعني من مواضيع النزاع لنقول انه في نزاع حول قضيه ادت الى نصف حرب يعني خلينا نعتبر المسيرات وما قاله هوكشتاين والجهوزيه وحديث جانتس وحديث لبيد انه مستعدين نروح ولو بدك ولو بده يصير ما صير بدنا نبدا الاستخراج في الموعد المقرر هذا الاحتباس الذي وصل الى لحظه ما قبل اندلاع الحرب ثم التوصل الى مش اتفاق كامل لانه هلا لما بنقرا البنود بنعرف انه هذا نصف اتفاق وانا من هون عم بستعمل تعبير نصف حرب بنصف اتفاق نصف اتفاق لانه مثلا لما اجوا بدهم يرسموا الخط 23 ويوصلوا للبر وقعوا باستعصاء الإسرائيلي متمسك بخط الطفافات ولبنان رافض قطعا شرعنا خط الطفافات واللي هو الترسيم انت عم تعمل ما في شيء اسمه يعني نص ترسيم بس انت عملت نص ترسيم عمليا قلت منوقف هون والباقي منخليه معلق لما لبنان تمسك بموضوع حق القنا كاملا ما اجيت تقول لا ما طيب واسرائيل متمسكه بانه ما في امام الراي العام انا لازم اقول انه انا ما تنازلت جنوب الخط قلنا الخط 23 طيب حق القانا ممتد جنوب الخط 23 وانا اذكر يعني هلا فينا نحكي هذا الكلام احد المفاوضين الاساسيين في مرحله من المراحل عم بحكي انا وياه لبنانيين طبعا قال لي انه هوكشتاين عم بيقول يا اخي ما فيكم هذا الاسرائيلي عم تيابو يعني ما بيقدر امام الراي العام لازم تتركوا له ولبنان كان مصرا انه انا حصتي كامله من قانا بدي اياها فراح الامريكي الى الباب الخلفي انه بنروح نعمل اتفاق بين توتال وبين الاسرائيلي بياخذ من توتال ما بياخذ من لبنان فاذا هو عمليا عمليا لبنان بيقول انا ما بقعد على طاوله واحده ما بوقع ورقه واحده ما بيتضمن النص حكومه لبنان وحكومه اسرائيل عمليا نحن امام نصف اتفاق اذا هلا ما عم نستعمل تعبير من الرابح ومن الخاسر لانه لما قلنا ما في اعتراف ما في تطبيع ما في كذا كنا عم نوصف من زاويه مضمون القضايا هلا عم نوصف من زاويه قواعد الاشتباك، اليه التعامل مع حاله نصف حرب تنتهي بنصف اتفاق. فإذاً الخلاصة التي هي أمامنا هي أن الاحتباس الذي يمكن أن يؤدي إلى نصف حرب إما يشعله محور المقاومة نصف الحرب أو يشعله المحور المقابل كما هو جاري في إيران من الممكن أن يشكل أساساً مش لنصر كامل وهزيمة كاملة يعني أي واحد عائل هلأ بيطلع بيقولوا انه حتى المقاومه عندما هددت بالصواريخ منصات الغاز ومنع الغاز الاسرائيلي ما كان مشروع المقاومه انه عم تقول الان دقت ساعه تحرير فلسطين والمعركه الفاصله مع كيان الاحتلال كانت تتحدث عن موضوع بعينه اللي هو موضوع ثروات النفط والغاز ولو اندلعت المواجهه كانت مستعده ان توقف عندما يلتزم الاسرائيلي ومن خلفه الامريكي انه مطالبكم خيب تاخذوها وبالتالي نحن لسنا أمام إذا دققنا هلأ بالمشهد وانتقلنا إلى المفردتين رح بلش بإيران وانتقل إلى سوريا إذا أخذنا المشهد الإيراني ما بعتقد في عاقل اليوم بيقدر يفترض إلا اللي يعني مثل ما بيقولوا بيطبلوا بيزمروا عند الأمريكان وعند السعوديين بيكتبوا لك سقوط النظام بإيران ونظام الملالي وغدا ومدري شو وإلى آخره أما العقلاء يعني اللي بيفكروا استراتيجيا وبأمريكا ومقالاتهم يعني ما في حدا عنده وهم انه هذا سيؤدي الى تغيير استراتيجي انه هذا سيؤدي اما الى انشقاق شعبي وسياسي خارج النظام او الى تعديل في سياسات النظام وثوابت النظام وانا هون بستعير الكلام اللي قاله جيفري فيلتمن في توصيف العقوبات على سوريا بالمقال الشهير اللي كتبه بعتقد بالفورين بوليسي ما عادش متذكر بالتاكيد وين يعني اللي بيقول في انه نحن العقوبات اللي عملناها على سوريا جوعت وتعبت واضعفت وعملت ازمات ومشاكل وهذا لكن الهدفين اللي بدنا اياهم لم يتحقق واحد منهم فكيف بكليهما لا قدرت تعمل انقلاب في البنيه الشعبيه والنخبويه على صانع القرار السياسي في الدوله ولا قدرت تدفع الدولة وقيادتها السياسية إلى التراجع عن مقارباتها للملفات والأزمات فهذا الهدف السياسي فشل فشلا ذريعا واليوم بإيران يعني بيعرفوا هني أنه هذا لن يصل إلى أن يصنع لهم هلأ بنحكي عن تفاصيله لكن عم بحكي المدخل أنه هذا ليس مشروع حرب بديلة مثل ما البعض عم بيروح بالتحليل أنه هي بدل العقوبات و... لا. هذا مشروع من مشاريع الاحتواء المطلوبه من اجل الضغط التفاوضي هذا سقفه ليش؟ لسببين لي الاول انه العمل الارهابي انه انت ممكن تعمل عمليات ويروحوا جماعه داعش وجماعه المجاهدين وغيرهم يقتلوا هذا هذا شو بغير بالميزان القوى؟ او بيستلموا سلطه بايران يعني او بي بي بيقدروا يقلبوا النظام قيمه الارهاب مش هون قيمه الارهاب مثل ما شفناه بسوريا اللي عاشوا تجربه الحرب في سوريا انه يدخل على تفجير العلاقه بين الشرطه والمتظاهرين باطلاق النار عليهما معا لاشعال فتنه وساعتها بصيروا هن حماة الحمى ونحن بنهايات المسار الذي بدا بال2011 2012 لما وصلنا 2015 و2016 ما حدا في ينكر انه سيطرت الجماعات الارهابيه على البنيه المسلحه والشعبيه التي تقاتل ضد الدوله في سوريا. بالوقت اللي بلشت يمكن مجموعات صغيره مهمتها احداث الشرخ والفتنه وافتعال اطلاق النار وانتاج حمامات الدم. هذا شرطه لينجح بايران امرين. الامر الاول انه يكون عم بدور بمناطق فيها تباين اتني عرقي ديني مذهبي لا يقدر يشتغل عليه لانه بسوريا كان هذا هو الاساس ما فيك بايران هذا بينجح ببلوشستان بينجح بكردستان بينجح بخوزستان بس هذا بقلب ايران يعني ب 80% من ايران ما بيقلع هذا اذا افترضنا انه بينجح بهول وبالتالي اذا هو غير قادر على ان ينتج الهدف المرجو باحداث الفتنه التي يعني يختلط فيها الحابل بالنابل ويختلط فيها اللحم بالدم بالعظم وبتفوت الناس ببعضها حتى تخرج مناطق بكاملها عن سيطره الدوله الايرانيه. اثنين انه بايران بسبب انه نحكي عن 90% من الشعب الايراني ينتمون الى مذهب واحد الفرصه باحداث الشرخ الطائفي والمذهبي اللي كانت متاحة في سوريا منذ أيام 1920 يعني من لما إجا غورو أول شيء شو عملوا الانتداب الفرنسي قسم سوريا لخمس دويلات لأنه يدرك بأن هذا التكوين المتعدد يمكن أن يشكل أرضية اجتماعية ديموغرافية لرسم حدود الدول على الديموغرافيا وهذا الحكي مش جديد يعني برنارد لويس كل نظريته اللي قايمة حول المنطقة معتمدة هذا بإيران الأمر مختلف وهون بايران بدي اقول شيء انا قايله من زمان انه القوميه بدوله مثل سوريا مثلا القوميه العربيه هي جامع للمكونات الطائفيه يعني هي ضامن الوحده الوطنيه بايران الاسلام ضامن وحده قوميات متعدده يعني اذا راحت ايران على نظريه الدوله القوميه تتشظى الى 17 كيان فارسي وبلوشي وعربي وكردي واذري وتركماني وكمل. الجامع المشترك للقوميات المتعدده هو الاسلام وبالتالي الدوله الايرانيه تستطيع ان تبقى متماسكه ما بقيت اسلاميه. بس تبطل الإسلامية بدها تتشقف الى دول قو... الى دويلات قوميه، صحيح بلاد فارس او الكيان الفارسي منها بشكل 45% لكن هو لا يستطيع ان يشمل لا الجغرافيا ولا الديموغرافيا، يعني بيبقى في المناطق التي تتشكل من اغلبيه فارسيه، وبهذا المعنى التمسك بالهويه الاسلاميه ذو بعد قومي بمعنى يلعب الدور الذي تلعبه القوميه في حفظ وحده الكيان والدوله. القضايا المثاره الان هي ليست تلك القضايا التي اثيرت عام 2008 لانه اذا كانت فاعليه الارهاب هي في ان يستطيع احداث الشرخ الشعبي وان يشجع الفتنه وان ينميها وثم يتحول ليصبح قوه دفاع عن الجسم المواجه للدوله عندهم ثلاث اشكاليات كبار في هذا. الاشكاليه الاولى اللي هي عدم وجود ارضيه اثنيه عرقيه تقدر تفتح. اثنين ما حدث عام 2008 غير قابل للتكرار لأنه عام 2008 انشطر النظام الإسلامي بالنص وشارك الإصلاحيون في المعركة الشعبية عم بحكي المظاهرات والطلاب والحركة الاحتجاجية كان الإصلاحيون وراءها وأساس هذا كان أنه كان هناك مشروع صفقة عرضها الأمريكي ووافق عليها رفسنجاني ووافق عليها خاتمي ووافق عليها روحاني ووافق عليها حسين موسوي وكان مضمونها انه مفهوم الامبراطوريه الامريكان أبلانين في. بنعطيكم ملف نووي وبنعطيكم قياده الخليج وبنعطيكم العراق وبنعطيكم وبنعطيكم بس سكروا لنا هالحنفيه على التنظيمات المسلحه في فلسطين، بعثوا خدمات انسانيه الى فلسطين وكان هناك نقاش وحسمه السيد الخامنئي وبناء عليه جاء نجاد الى رئاسه الدوله واستمرت الازمه بعدها بشهور ثم تمكنت ايران من اطفائها بقوه ماذا؟ هون في فارق كبير لازم ننتبه له نحن وعم نقرا المشهد الايراني بين ايران وسوريا مش بس الكتله الجامعه من لون واحد تحول دون امكانيه الاشتغال على الانقسامات العموديه، وهذا امر كثير مهم، لكن في امر اخر ايضا ان النخب الاساسيه في المجتمع الايراني هي النخب التي تقف تحت سقف مشروع النظام الاسلامي في ايران، وليست النخب الليبراليه. بسوريا بعد ظاهره يعني بعد العولمه وعام 2000 والربيع دمشق وهذا، لا صارت النخب الليبراليه بدا شح الكوادر والمثقفين في جسم الدوله ومقابله بدا ظهوره مع شبكات التواصل وبدا ظهورها ولذلك شفنا انه شيء اللي اسمه جمعيات المجتمع المدني مثل لبنان على كل حال هذا غير موجود في ايران في ايران هذه الكتل موجوده في ثلاثه انواع من البيئات لا قدره لها على التحول الى جامع شعبي وهذا العامل الثالث البيئه الكرديه البيئه البلوشيه هو بيئتين وبيئتين اجتماعيتين لهما صلة بمسائل لا يستطيع المجتمع الإيراني أن يذهب فيها بعيدا مسألة تخفيف من القيود على الحجاب هلأ بحكي عنها لكن مسألة رفض الحجاب بالمطلق ما في مجتمع من مجتمعاتنا العربية والإسلامية تتحول فيه هذه القضية إلى قضية شعبية هاي بس تطلع من الطبقه الارستقراطيه بتنزل على الطبقه الوسطى بصير يا خي طيب بلا ما يشدوا عليهم يطروها شوي تنزل على الطبقات الفقيره بصير بي الامر مختلف بتروح على الارياف بصير الامر مختلف جدا 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 وبالتالي هاي دائره تاثيرها ضيقه اذا وهذا هو القائم احسنت الدوله التعامل معها انه هلا اللي بيروح بيمشي بشوارع طهران وانا بتمنى انه ما حدا ياخذ بالكلام الذي يعني يسمع من وسائل الاعلام المعاديه لايران اللي بيتمشى بشوارع طهران بيلاقي تقري طهران عم بحكي يعني الشوارع الاساسيه اللي فيها خليني اقول الطبقه الوسطى يعني بتشوف تقريبا تقريبا تلت حجاب تلت نصف يعني الحجاب فوق الراس هون على على نص الراس نص الشعر مبين وتلت تحول الشال على الاكتاف بدون حجاب بالمطلق وما حدا بيقرب على حدا وداخل الجامعات ممنوع تدخل الشرطه بالمناسبه ممنوع ومتروك الامر للحوار واعداد ونقاشات وتوجيه السيد الخامنئي انه هول اولادنا وبدنا اياهم هو شبابنا بتكون لو بدنا نقعد سنه نناقش ونحاور واذا في مطالب وعموما هم يكتشفون ان هناك مطالب لها علاقه بالحياه الجامعيه عم بحلوها وانه هالمناخ خلق فرصه لهذا التعبير الصارخ خلينا نستثمره انا اذكر ب 2008 واحده من الاشياء مثلا كانت هي ذاتها قصة شرطة الأخلاق كانت تدخل وتداهم السيارات اللي قاعد فيها شب وبنت بالهاي بارك يعني بالحدائق العامة صدر قرار قضائي يعطي السيارة حرمة المنزل ويمنع على الشرطة أن تداهم سيارة بدون أمر قضائي طيب ومعروف أنه هؤلاء قاعدين اثنين وعم بحبوا بعض ويمكن يبوسوا بعض إلى آخره لأن هناك مساحة من الحرية تريد الدولة أن تتغاضى عنها لأن هذا مجتمع بده يتنفس بطريقة أو بأخرى وفيه شرائح لا تشارك بس الدولة ذات الثقافة الإسلامية لا تستطيع لا أن تروج ولا أن تقون لكن تستطيع أن توجد أطر وهي توجد هذه الأطر وهي تمارس هذه الأطر فإذا تنفس هذا الاحتباس بيبقى الموضوع الثاني اللي أنا برأيي ما بيقلع بإيران نهائيا وهي فرصة لأحكي عنه بغير إيران اللي هو موضوع المثلية اللي بدي ادعو الى التمييز بين امرين في مقاربه مساله المثليه. انا هون ما عم بحكي لا دينيا ولا عقائديا ولا ادانه ولا آه عم بحكي بالسياسه. بمساله المثليه في فرق كبير بين الحديث عن انه في ظاهره عمرها آلاف السنين، هي مش نتاج اليوم ومش مبارح وموجوده ووجدت في القديم، بالقرآن حاكي عن عن جماعة لوط يعني من ايمتى عم نحكي من آلاف الآلاف من لما بنحضر يعني او نقرأ الكتب التاريخيه عن الرومان وما كان يجري فيها، الفضائح اللي عم بتصير بالكنائس بين وقت واخر، البابا وقف قدام عدد منها فهي ظاهره موجوده وفي بعض منها هي فانتازيا وفي بعض منها هي حالة مرضية وفي بعض منها هي ادعاء بحق الممارسة للحرية أنا شخصيا لا أعتبر أن هذا الأمر هو المطروح للنقاش لأنه كتار بيحاولوا يخدونا على هذا الجانب هؤلاء موجودين وعايشين وما حدا مقرب عليهم لا بإيران ولا بلبنان ولا بأي بلد بالعالم ومدبرين أمورهم من آلاف السنين ولا آلاف السنين لقدام راح يضلوا مدبرين أمورهم تجري محاوله مدروسه بالتقاط كل القضايا التي يمكن ان تشكل مصدر جذب ويتم الترويج لتوسيع نطاقها وتحويلها الى قضايا ذات معنى حقوقي لتؤمن شرائح وكتل في كل مجتمعات الدنيا على قاعده تصادميه مع مجتمعاتها يمكن استخدامها كجيش رديف في أي مشاريع أمريكية قادمة المثلية هي رأس الحرب في هؤلاء ليش بدون يعملوا دخلكم احتفالات ومهرجانات ومنظمات وشرعنا وبدنا ليش بده يتباهى بايدن بانه هو عين مثلي في وانه اول تنتين تجوزوا علنا جاب مدري شو الى اخره يعني شو شو هو السر في هذا انت تقتل السود وانت تقتل اللاتينيين وانت نشرعن الاضطهاد للعرب والمسلمين، شو سر التمسك برفع هذه القضيه اللي اقل اكيد مستوى البعد الانساني فيها من تلك القضايا اللي فيها حياه وموت. التمسك فيها سياسي لانه في دراسات سيكولوجيه عميقه تقول بانه اذا تمكنا من دفع وتوريط شرائح من شباب المجتمعات بالعالم كله بروسيا بكره رح تلاقوا اشرس الاحزاب دفاعا عن السياسات الامريكيه هو حزب المثليين لانه هذا حزب متصادم مع المجتمع وسيرفض في المجتمع وسوف يلاقي حاله من الانكار والمواجهه ويعتبر انه عرضه للاضطهاد وان لديه اسباب ليقاتل وليكون عنيفا واذا تعرض للعنف فهو يتعرض لما بده يجاهر بحاله يتعرض للعنف هي طبيعه المجتمعات المحافظه فهذا مشروع مبرمج مدروس المناهج عم بيدخلوا فيها هلا في حدا بلبنان عم بيطالب انه لازم بالمناهج ما ينقال انه حتى عم بحكي مناهج العلميه العلوم الطبيعيه انه مش بس ذكر وانثى كمان في ثالث بالتالي في مشروع كامل يريد ان انه لو قدرنا هالفئه اللي بتمثل 2 بالالف او 3 بالالف نعملها 2% ثم نعملها 10% ثم 15% فهذا عظيم، هذا عم يعطينا شريحه يمكن القتال فيها، بس هذا بايران ما بيقلع. انا اخذت هذا الاستطراد لان الموضوع سيكون مطروحا في بلاد اخرى وهو مطروح على كل حال. وبلبنان رح تلاقوا بعد فتره انه هن اخر جماعه يمكن ان يقاتلون بي ان يقاتلوا بهم. على كل حال بايران هذا ما بيقلع، يعني هذا موجود بايران وبغير ايران، لكن ان يصبح هو عنوان الاشتباك هون رح يدخلوا بمشكل هو التالي انه المجموعات المسلحة هي مجموعات متطرفة دينيا كيف هاي المجموعات المتطرفة دينيا بدنا ينزلوها تدافع عن مظاهرات المثليين مثلا هون بيقدروا ينزلوها دافع تحت عنوان كردي وتحت عنوان بلوشي وتحت عنوان عربي بخوزستان لكن ما بيقدروا ينزلوها الدافع بطهران وغيرها تحت عنوان الحجاب، رفض الحجاب وتحت عنوان المثليه. لذلك انا برايي انه ايران هم يعلمون هذا انه ايران ستنهكها وتتعبها هذه الازمه، لكن هذا لن يغير شيئا في الموازين الاستراتيجيه وفي المدى البعيد ستتمكن ايران من الاحتواء والسيطره واعاده ضبط الوضع والتماسك عليه. بنص الطريق هذا يعطي فرصه للتفاوض. لانه الامريكي حاطط مئات ملايين الدولارات اذا مش مئات المليارات ومجند السعوديه واموالها و قناه فضائيه خمسين منها باللغه الفارسيه وخمسين اخرى بسائر اللغات المتعدده التي ينطق بها الايرانيون ومعها جماعات مجاهدي خلق وجماعات داعش وجماعات القاعده وجماعات كرديه مسلحه وجماعات بلوشيه مسلحه وناشرين على الدول التي تملك حدودا مع إيران لا منها ولا يقدروا يوصلوا ويكونوا قادرين على لعب دور قطعا هذا يربك هذا يتعب لكن هذا لا يغير شو الوظيفة إذا هون أنا اعتقادي أنه طبعا الأمريكان كانوا مشغولين بالانتخابات النصفية وكانوا عم بيقولوا بعد الانتخابات النصفية بشهر باثنين على ضوء النتائج ولا يبدو النتائج مريحتهم ممكن نرجع لنحكي بالملف النووي. ليش؟ اللي بيتابع ما يكتب في مراكز الدراسات الأمريكية في المجلات الاستراتيجية في الصحافة بيعرف أنه في قلق حقيقي لدى الإدارة الأمريكية هاي وغيرها من أنه لدى إيران الآن مخزون كافي لإنتاج قنبلة. أنه عم يحكوا هذا الكلام. وأنه الدخول بالتخصيب على الستين بالمئة بلغ مراحل متقدمة وتخزين المخصب على الستين بالمئة بلغ مراحل متقدمة وبالتالي لابد من الوصول إلى اتفاق يزيل هذا الأرق وأنه إيران صحيح عندها فتوى وصحيح ملتزمة ما بدها لكن مجرد امتلاك هذا المخزون وبرأي وكثيرون الذين يكتبون هذا أنه إيران خلصت من البحث في هذا الجانب عم تعمل شغل يعني تقني كمي لكنها تنصرف الى تطوير الصواريخ العابره للقارات وحتى ما تطورها تحت عنوان الصواريخ الباليستية هي تذهب الى صواريخ اطلاق الاقمار الصناعيه التي تصلح لتكون بذات بنيه الصواريخ العابره للقارات والحامله للرؤوس النوويه، اللي منكم بفوت على المقالات العسكريه المتخصصه التي يكتبها جنرالات الحرب الامريكيون سيرى إنه هذا مصدر القلق الحاضر الآن لدى الأمريكيين، وإنه ما بيكفينا كوريا وحدة نحن لحتى نجيب كوريا اثنين، وهي مش كوريا، هي دولة غنية، هي دولة على حدود من 13 دولة، وبالتالي مداها وتأثيرها ودعمها لقوى المقاومة، موقفها العقائدي المبدئي تجاه بقاء إسرائيل، هي بتخربط كل الملفات. وبالتالي ثمة من يقول إنه إيران ما بعد الاتفاق النووي يعني بلا اتفاق نووي مصدر للقلق والخطر أنا عم بقرأ ما قال هديك اليوم بالفورين بوليسي بيقول العالم ما بعد يعني الاتفاق أي بلا اتفاق نووي لن يكون جميلا وبيجيب عديد من الخبراء الأمريكيين اللي بيقولوا مخاطر أن لا نصل إلى اتفاق لكن بالمقابل بيجيب خبراء اللي بيقولوا مصاعب ومتاعب ان نصل الى اتفاق. ومنها المصاعب والمتاعب انه الحزب الديمقراطي لا يستطيع اكتافه ما بيحملوا اتفاق كامل. يعيد لايران مكانتها ويرفعها عن لوائح الارهاب بكل مؤسساتها وكل اسمائها ويرجع لودائعها وتفوت على المتاجره وتشتري التكنولوجيا من الشركات الامريكيه يعني تكون دوله طبيعيه في الاسواق العالميه. انه هذا ما في يحمله بايدن وهو على ابواب انتخابات رئاسيه على المنخار وترامب هو ابو الغاء الاتفاق بالمقابل ايران لن تقبل اتفاقا ليس فيه ضمانات وبايدن لا يستطيع فوق هذا الثقل ان يحمل ثقل تقديم ضمانات لانه اكيد مش قادر يقدم ضمانه دستوريه بان خلفه لن يلغي لكن هنا تطلب ايران بديلا مبلغ ضخم من المال موجود بدوله ثالثة، تثق بها ايران في حال انسحبت امريكا يصبح هذا المال حقا مشروعا لايران فورا يحول الى حساباتها. اثنين الاحتفاظ بما خزنت وما خصبت في مكان يمكن الوصول اليه كي لا تعود ببرنامجها النووي من حيث بدات بعد انسحاب امريكا من الاتفاق تعود فورا من النقطة التي توقفت فيها قبل توقيع الاتفاق وهول يعني ثلاث ضربات على الراس بينهوا لبايدن الضعيف اصلا فهناك هو كاتبين بالمقال انه هناك من يقترح ما يسميه فكره مبتكره دبلوماسيا ابداع دبلوماسي نصف اتفاق شو نصف اتفاق انه خلينا نشوف شو هي الاشياء اللي مقابيل اعطائها لايران دون الذهاب للاتفاق هذا الذي تطلب فيه إيران الضمانات وتطلب فيه رفع شركاتها وأسماء مسؤوليها عن لوائح الإرهاب بدون هون شو هو الاتفاق شو هي الطلبات الإيرانية التي تقبل إيران مقابلها بأن تضع ما خزنته وخصبته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقف التخصيب المرتفع 60% حتى لو بدها تضل بالعشرين أو ما دون العشرين والقريب للعشرين وأن هذا نصف اتفاق قد يكون الإفراج عن الودائع عودة إيران إلى المتاجرة ونحن أصحاب مصلحة في أن تعود إلى المتاجرة بالنفط والغاز يكون هذا بالنسبة لإيران كافي مع بعض الطلبات الثانية التي ليست طلبات الاتفاق الشامل لنصل إلى نصف اتفاق ونقول المفاوضات مستمرة والمفاوضات مستمرة وهيك هيك الاتفاق قرب يوصل إلى نهاياته ب 2025 ويجب أن نبدأ عشية وصوله لأنه مدته أصلا من 2015 ل 2025 أن نبدأ مفاوضات جديدة بتكون الإدارة الجديدة وصلت وتتحمل هي التبعات ونحن بنكون قطعنا هذه المرحلة بيجي بيلغي هذا الاتفاق نفسه فبتكون إيران بالسنتين اللي نحن فيها مريحت لنا بالنا خلي يتحمل هو شغلة البال هذا النصف اتفاق انا اقول انه جدير بالتدقيق. كما نصف اتفاق حقول النفط والغاز في لبنان، لانه نظريه ما في امكانيه اجت التجربه اللبنانيه تقول في امكانيه. نصف حرب بنصف اتفاق يعني فلنقارن تشبيها، رح اروح على الموضوع السوري. بالموضوع السوري واضح انه نحن مش قدام حرب مشروع حرب شامله على الأمريكيين يعني واضح العمليات مستمرة القصف مستمر الاستهداف مستمر لكن لهلأ ما في دم واضح أنه أقرب إلى الرسائل السياسية منه إلى الذهاب إلى حرب تحرير هجمات وقصف واقتحامات واضح أنه في حسابات عم بتقول أنه إذا وصلنا لهون ما في رجعة وهذا قد يؤدي الى توريط الامريكيين بدلا من دفعهم للانسحاب. ولذلك في رسائل عسكريه وليس هناك عمل عسكري متصاعد بعد ما وصلنا له على الاقل اذا بدنا من نكون منصفين في قراءه ما هو امامنا. لكن هذه مؤشرات لنصف حرب. ان وجودكم لم يعد مرغوبا به. ان عليكم الاسراع في الذهاب. هديك اليوم كان في عشى على شرف السفير السوري في لبنان يعني مع انتهاء ولايته كان في احد يعني السفراء اللي لهم تداخلات وعلاقات فعم بيسالوا انا حول موضوع الحدث التركي كان التفجير وهذا وموضوع البقاء الامريكي في سوريا فكان رايه قبل ما يبلش هذا العمل اللي صار اليوم انه الذي جرى في تركيا سيسرع في خيار الانسحاب وبرايه انه اردوغان بعرفش معلومات او تحليل انه اردوغان سيستثمر هذه الفرصه لدفع الامريكيين نحو تسريع الانسحاب بمعنى انه ملف نصف الحرب ونصف اتفاق بين مؤشراته في سوريا نجي لنقرا الفورين افيرز اللي هي مجله يعني معروف انه اقرب المجلات لي يعني المحافظه بمعنى اللي عندها احترام مهني ما فيها بروباغندا واللي بيكتبوا فيها عاده بيكتبوا لصناع القرار اما بيكون صانع القرار عم بيسوق شيء واما عم يفتح نقاش بين مجموعه خبراء لينضج مشروع قرار وسواء كذا كان الذي سنتحدث عنه هيك او هيك فهو مؤشر كريستوفر الخوري اللي هو شغل لسنوات 14 19 منصب مستشار سياسي لدى القوات الأمريكية العاملة في سوريا والعراق بيكتب ابتداء وهو ليس من الكتاب المعروفين أو ذوي الصيت والشهرة لتفتح له الفورين أفيرز يعني هو من البنتاغون لتفتح له الفورين أفيرز ينشر مقال كل منهجيته دعوة للانسحاب لأن الوجود أصبح عديم الجدوى ولان كل يوم نبقى فيه يقربنا من تحويل وجودنا في سوريا الى النموذج الافغاني مصغرا وانه 900 عسكري شو بقين نعمل فيهم بسوريا وانه خلصت الحرب على داعش وانجزت المهمه و و و و واذا الهدف هو ضمان الاكراد طيب خلينا نعمل تفاوض ودي من ضمنه صيغه ما تحفظ مستقبل وجود الاكراد في العمليه السياسيه السوريه والعقوبات عشو مكملين فيها عشورية شو وظيفتها بعد في أمل بأنه نحن بدنا نغير النظام وبدنا نغير سلوك النظام نحن بدنا عملية سياسية تستوعب الذين نعتبرهم أصدقاء أمريكا في سوريا فبالتالي خلينا نعمل تفاوض ودي وإذا كان لابد من أن تكون روسيا في صورته رغم الأزمة المندلعة بيننا وبين روسيا في أوكرانيا فلنفعل ذلك وقنوات الاتصال موجودة مع الروس لنطور لننتج شيء يسمح بإنه نعمل نصف اتفاق مع سوريا تخفيض تدريجي للعقوبات يبدأ بموضوع النازحين وموضوع البنى التحتية مع جدول زمني للانسحاب وحده فتح الباب لدخول الأكراد في العملية السياسية مع رزنامة للعملية السياسية في سوريا هذا عدد تشرين أول بعدد تشرين ثاني واضح أن هذا المقال الذي نشر استنتاجي بطلب من البنتاغون قد اثار الخارجيه وهو التوصيفين مش لي انه هذا للبنتاغون وهذا للخارجيه لصديق سوري في موقع المسؤوليه برد عليه جيمس جيفري اللي يبدو انه يمثل الخارجيه اللي كان يمثل الرئيس ترامب في سوريا بمقال قاسي منفعل متوتر أي بحث الآن في الانسحاب من سوريا هو هدية مجانية لنصر مجاني لروسيا وإيران لا نتحمل مجرد البحث في هذا هذه جريمة كبرى بحق أمريكا وحلفاء أمريكا ومكانة أمريكا وإلى ما هنالك طيب هذا النقاش مفتوح وهذا النقاش المفتوح في شيء بحركه بالإيقاع وفي شيء بالمقابل لا يملك إيقاع يعني دينامية البحث بالانسحاب رح يحركها مسارين مسار سوري وراء قوى المقاومة مع الدولة السورية يعني ووراءهما روسيا وإيران اللي أنا برأيي أنه ما فينا نتجاهل أمام الذي يجري في إيران إيران عنده حافز كبير الآن في أن توصل رسائل موجعة للأمريكيين غير العداء الاستراتيجي وغير الدعم الاستراتيجي لسوريا عم بحكي بالأسباب المباشرة وروسيا غير الدعم الاستراتيجي لسوريا وغير العداء الاستراتيجي لأمريكا كمان الآن عندها مصلحة تكتيكية بأن توصل رسائل موجعة وبالتالي إذا هلأ نبلش العمليات هيك إذا الأمريكان ما عم بيوصلوا رسائل أنهم مستعدون للبحث في الانسحاب فترتفع وتيرتها وتتسارع زمنياً رح نشوف بدل كل أسبوع مجموعة صواريخ يمكن كل يوم وبدل ما على الحفافي والأطراف رح تبلش تنزل وتسقط ناس وتحرق آليات وبالتالي رح نروح على ديناميكية يجد الأمريكي نفسه فيها أمام الخيارات صعبة مش 900 بده يعملون 9000 بده يعملون تسعين ألف على الأقل إذا مش مثل ما قال الأميرال ديمبسي بده يعملون خمسمائة ألف لما قالوا له عملنا المنطقة العازلة وبالتالي هاي دينامية السوري من جهته التركي من جهته لأنه كل ما على التركي السقف في المواجهة مع الجماعات الكردية وخطابه عم بيقول أنه الأمريكي هو الذي يرعى هؤلاء وهو راعي للإرهاب وعليه أن يخرج وأن يترك و و و و فهو قدام يعني عنده, مش عنده معركة يخوضها مع تركيا الآن كرمال الجماعات الكردية عنده استعداد يحط قوة عسكرية قادرة على حماية مواقعها في سوريا والمخاطرة بالتورط في مواجهة أنا مني شايف أنه في هذه الأسباب التي تدفع الأمريكي ليجعل بقاءه في سوريا مثل تفادي الحرب بدفع الفدية مع لبنان تفادي الحرب بدفع الفدية في سوريا العامل الثالث أيضا أنه الخيار الآخر اللي بيقول بالبقاء ما عنده معطيات طيب عم بتقول بالبقاء شو بدنا نبقى نعمل؟ هل في امل للجماعات التي تعاوننا معها ان تنهض وتستعيد جزءا من الجغرافيا التي خسرتها وتبدا عمليه تدحرج تعيد شعار اسقاط النظام على الطاوله؟ لا. هل هذا يمكن ان يؤدي مع العقوبات وغيره الى جعل الدوله السوريه تعيد النظر بموقفها؟ لا. هل يمكن لهذا ان يؤدي الى امتلاك يعني إذا بينا سنتين زيادة الجماعات الكردية بصير عندها مقومات يمكن الدفاع عنها لمشروع دويلة مستقلة لا فإذا ما في سياق لأفق يبرر البقاء سوى أنه يا خي طالما بصير شيء ما عم بيصير شيء طالما ما معرضين لشيء ليش لنروح ببلاش خلونا قاعدين لنشوف شو الثمن اللي بينعرض علينا للخروج طالما أن الانسحاب هو يعني يرجح كفه من لا نتفاهم معهم في المنطقه والذين نعتبرهم خصوما في الاستراتيجيه، لكن لما بصير في كلفه والكلفه اعلى من المردود المتوقع بصير القرار على الطاوله. وبالتالي في المساله السوريه انا اعتقد يعني اميل الى القول اننا امام مشهد ايضا سيدفع الى الانفتاح التفاوضي. طيب اذا اخذنا المشهدين الايراني والسوري. لنصف اتفاق تفاديا لنصف حرب او على خلفيه نصف حرب. المشكل انا برايي في سوري ايراني وليس امريكي. لانه هون السؤال انه بعد الذي تحملته ايران ودم عم ينزل وتتحمل وعقوبات وهذا في من يقول وانا يعني قريب الى تاييد هذا القول انها لن تقبل باقل من اتفاق كامل. حتى لو اغراء استعاده الودائع والعوده الى الاسواق، لكن معنويا الاتفاق الكامل مع الضمانات اصبح سقفا. وكلما شعرت ايران بان الامريكي لا يملك شيئا في مواجهه بلوغها العتبه النوويه وتطوير سلاحها الصاروخي العابر للقارات، وانا برايي سيمضون الايرانيين في هذا. وسيطورون بعد لسه اشياء ثالثه ورابعه مش شغلتنا نحكي عنها اذا نعرف فكيف اذا ما بنعرف لمزيد من التعقيد ومزيد من الارباك ومشهد كوريا الشماليه اللي انا بدي اختم فيه لانه انا برايي هذه الدوله تعرضت للتنمر حتى ممن يجب ان يكونوا اصدقاء وحلفاء عم بحكي بالنخب مش عم بحكي بالدول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل سبعين سنة انتهت الحرب في كوريا على كوريتين وعزلت كوريا الديمقراطية الشعبية وحوصرت وعوقبت هي هلا اصلا هن بيطلعوا بيحكوا هلا انه نندد وانه ما بصير يا كوريا تعملي هيك لانه ما عندهم ادوات لانه ما هن شو بيقولوا انه من نقطع العلاقات الدبلوماسيه معك ما مش معترفين فيها منمنعك من التعامل المصرفي ليش وين عنده تعامل مصرفي منمنعك من البيع والشراء ليش وين عنده بيع وشراء أكثر دولة في العالم معذبة محاصرة معاقبة ملاحقة هذا آه، هي كوريا طيب في مقابلة بدي أخذ النموذج الحد الأقصى أنا تايوان اللي حماها الغرب كانشقاق عن الصين وتايوان دولة مزدهرة ودولة تسابق في الإنتاج ودولة اقتصاديا متقدمة وتعيش في الرخاء وفي الرفاه وبرلمان وصحف وإذاعات وتلفزيونات ومعارضة وفوق منهم مثلية طيب تعالوا نشوف بلادنا نحن اللي عم ينعرض عليها دايما روحوا عملوا مثل تايوان يا أخي شو ناقصنا نحن عندنا المال وعندنا الكذا وعندنا الكذا تايوان بعد اشهر او بعد سنوات على الحد الاقصى يدق بابها استحقاق الدخول الى بيت الطاعه الصيني غصبا عن رقبتها واجر رؤساء حكومتها ومجلس نوابها فوق رقابهم شو راح يعمل لهم الامريكي؟ شو راح يعمل لهم الياباني؟ هني كوريا مش قادرين يعملوا لها شيء أول أمس بيطلع وزير الدفاع الياباني بيقول هذا الصاروخ الأخير يصل إلى الأراضي الأمريكية شو قدروا يعملوا الأمريكان؟ كوريا راحت صرفت قدراتها وإمكاناتها تأكل وتشرب بما تيسر عند زراعة أنا رحت على كوريا بال86 وقعدت شهر هناك وتفاعلت مع عدد من الباحثين والأساتذة وهذا فعلا يعني في مستوى من الثقافة والعمق والفلسفة طيب، انه نحن بنعيش نص قرن وقرن حتى نصل الى اللحظه التي نملك القدره وحدنا ان نهدد امريكا، خليها تشن حرب علينا. وهم الان يصلون اليها. هل يستطيع الامريكي ان بده يدفع حقه دون ان تنزع كوريا مقدراتها النوويه. بده يعترف بكوريا وبده يفتح سفارات وبده يكمم افواه كوريا الجنوبيه واليابان وبده يعمل معها علاقات اقتصادية وبده يدفع أتاوى خوة عن السنوات التي مرت من عذاب الكوريين أنا بقول هاو مثالين نموذجين نموذج كان للتندر وللطرافة شو بدكم تعملوا لنا كوريا الشمالية ايه روح عود بالصف حد كوريا الشمالية ونحن بدنا نعمل تايوان طيب نحن قبلانين أنا شخصيا عم أقول هلا عن حالي نحن هلأ 2022. لا أعطي حالي شوية وقت هيك. 2025 سنرى تايوانكم وترون كوريتنا. إن شاء الله نشوف فلسطيننا طبعاً قبل. سلام القدس لكم وعليكم دائماً وأبداً وننتقل إلى المنتدى لبدء الحوار.